من الجميل أن تمشي بين أزقة هذه المصنعة وبين هذه البيوت العظيمة، إذ يعطيك هذا شعور بالرهبة، رهبة من قاموا ببناء وشيدوا هذه المباني الضخمة في ذلك الزمان رغم قلة الإمكانيات. لكن الآن بدأ يغزو وادينا هذا بشكل عام، والوديان عامة يغزوها البناء بالسمنت. لما كنا نتوقع أن هذا المكان يبعد عن الوادي بهذه المسافة الطويلة وبهذه الوعورة، لكن في سبيل نحن نستكشف هذا المكان ضروري أن نقطع هذه المسافة. السلام عليكم. على امتداد طويل يقع واد جميل يكاد يكون منسيا، إلا أننا رأينا استكشاف هذا الوادي ضرورة ملحة، فقطعنا مسافات طويلة لنحكي حكاية فريدة اسمها وادي عمد بحضرموت. أهلا بكم. على بعد حوالي 100 كيلومتر عن عاصمة وادي حضرموت مدينة سيئون يقع وادي عمد، ويلتقي مع وادي دوعن ووادي العين ليصبا جميعا في شاطئ بحر العرب. تمر هذه الأودية على العديد من المدن والقرى الحضرمية لتشكل لوحة طبيعية بديعة في هذه المناطق الجغرافية من حضرموت. ونحن نطل على هذه البيوت التاريخية علينا أن نستذكر أن وادي عمد يقع في أعالي غرب وادي حضرموت، وتقدر مساحته بحوالي 1100 كيلومتر مربع، ويمتد هذا الوادي بحوالي 80 كيلومتر، ويحده من الشرق مديرية دوعن ومن الغرب مديرية رخية، أما من الشمال فتحده مديرية حريضة، ومن الجنوب فتحده مديرية الضلعة. يبدأ هذا الوادي بعرض حوالي 2 كيلومتر، وكلما اتجهنا إلى الداخل يقل هذا العرض حاله كحال أغلب الأودية. تبدأ مديرية عمد بسيلة الهلابي وتنتهي بالخميلة. هذه كلها المعلومات الجغرافية عن هذا الوادي الجميل وادي عمد. وادي عمد من أودية حضرموت الرئيسية، ويشكل مديرية كبيرة ذات مساحة واسعة وعدد كبير من السكان، وهو واد عريق وجميل تمتد على جانبيه صف طويل من القرى تتربع وسطها، وعلى امتداد الوادي غابات من النخيل وحقول القمح والذرة وأشجار السدر. يعتبر وادي عمد واحداً من أكبر الأودية الجنوبية التي تصب شمالاً في وادي حضرموت الرئيس، وفي هذا الوادي تنتشر الكثير من المواقع الأثرية الهامة، بالإضافة إلى القرى السياحية الجميلة بين جبلين، أحدهم في الجهة الشرقية والآخر في الجهة الغربية، وتتناثر القرى والمدن على جانبيه الغربي والشرقي على طول الوادي البالغ 80 كيلومتر تقريبا.
ويسمى وادي عمد بوادي قضاعة، وهو لقب عمر بن مالك بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير، وهم من أقدم ساكني هذا الوادي. ويضم وادي عمد الكثير من القرى والمناطق السياحية، لعل أبرزها وأشهرها منطقة عمد، وهي عاصمة هذا الوادي، وتتميز ببنيان طيني بديع في هذا الوادي. كذلك من أبرز القرى والمناطق قرية نفحون، وكذلك الشعبة، وكذلك الرحب، وغيرها من المناطق السياحية والقرى القديمة هنا في هذا الوادي. ومن روافد هذا الوادي الشعبات والخضيرة، واشتهر الكثير من رجالات هذا الوادي وكانوا أعلاما في مجال السياسة والاقتصاد والتاريخ. في حكايتنا عن وادي عمد نلتقي بالأستاذ علي محمد صالح الحامد، وهو أحد المهتمين بالتراث هنا في وادي عمد. أستاذ علي، لو بدأنا بسبب تسمية هذا الوادي بهذا الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الأمين. أول رحب بكم في منطقة وادي عمد، وسميت هذا الوادي بهذا الاسم نسبة لمدينة عمد، وهي تعتبر مركز وادي عمد، تتوسط وادي عمد، وهي أكبر مدن وادي عمد، لذلك سمي هذا الوادي باسم هذه المنطقة، منطقة عمد. تمام، أبرز الخصائص والمميزات لهذا الوادي، وهل في اختلاف عن الأودية الأخرى أو العادات والتقاليد؟ والله العادات والتقاليد في وادي عمد ووادي دوان ووادي الأخير كلها تكون متقاربة ومتشابهة، ففي عاداتهم أنهم نشأوا في هذه الوديان نشأة أخوية ريفية، متعاونين في عاداتهم وتقاليدهم في الزواجات. الأول في الزمان الماضي كان الناس كلهم يتكاتفون في أثناء الزواج، ويحضرون عن بعضهم البعض، ويقدمون الوجبات من البيوت لعند العريس في بيت العريس السابقة يجيبونه. نعم، كان سائد في الأيام السابقة، ولا زال هذا التعاون موجود في إلى وقتنا الراهن. ولكن الآن بحكم اختلفت الأمور واختلفت الظروف. اختلفت الظروف، وأصبح الآن كل إنسان يشتغل بشأنه معه، والتعاون لا زال موجود ما بين أهل القرى في كل مكان، تعاون في جميع المجالات. نعم. أستاذ علي، الهجرة، يبدو أن الوادي هنا أيضا مشهور ب هجرة الناس أو الأوائل من هذا الوادي إلى مختلف الأصقاع، هل أثرت هذه الهجرة على حياة الناس في الوادي، أو إلى أين اتجهت هذه الهجرة؟ الهجرة في من منطقتنا هذه كثيرة، بسبب كانت في الماضي الاحتياجات الناس وظروف المعيشية الصعبة، لأنهم معتمدين على أشجار النخيل، ما ينتجه النخيل من تمور ومواد زراعية من على تعتمد على الأمطار. وقلة الظروف الصحيحة أدت إلى الهجرة من هذا الوادي، كثير هاجروا، منهم من هاجر إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، ومنهم من هاجر إلى إندونيسيا شرق آسيا، كثير من الأسر من الوادي في إندونيسيا وفي المملكة العربية السعودية، وأيضا في أفريقيا، إلى حد أفريقيا فيه أسر من هذا الوادي انتقلت وهاجرت، والآن هجرة كثيرة من الوادي إلى الساحل المدن المكلا، وايضا مدينه سيون وتريم، والهجره كثيره، هجرات داخليه، هجرات داخليه. نعم نعم، هذا ما في وقتنا الراهن. من الأشياء الجميلة في وادي عمد وجود هذه التجمعات البشرية، حيث تغطي ابتسامات الناس على وجوههم، وهذه التجمعات يأتي ويقضي الناس أوقاتهم هنا في هذه الأماكن داخل وسط مدينة عمد هنا التاريخية في وادي عمد، والناس هنا يدل على وجود التكافل الاجتماعي بينهم، ووجود الابتسامة، ووجود السعادة والطمأنينة رغم كل الظروف التي يعيشها الناس في الوطن بأكمله.
تعتبر الزراعة العامل الرئيس لاقتصاد الأهالي هنا في وادي عمد، وتنتج هذه الأرض المحاصيل الزراعية كالتمور والسدر وكذلك الذرة ودجر اللوبيا. أشتغل أيضاً بعض الأهالي في تربية النحل وتربية المواشي، أما البعض الآخر فقد هاجر إلى بعض المدن اليمنية وبعض دول الخليج. وتعتبر قرى وادي عمد من أجمل قرى حضرموت، فقد أقيمت على مرتفع على ضفاف الوادي، مبانيها قوامها الطين يتداخل لونها مع لون صخور المرتفعات مع بعض الألوان الزاهية الجميلة، دورها عالية مترصة ومتقاربة من بعضها، كونت بينها أزقة ضيقة للمشاة، تحيطها المناظر الطبيعية الخلابة لغابات النخيل والسدر. يسود قرى وادي دوعن النسيج العمراني المتقارب والذي بني على هذه المرتفعات. هذا النسيج العمراني متوارث منذ القدم حتى وصل إلى شكله الحالي، وهي بنايات تاريخية موجودة في هذه القرى التاريخية هنا في وادي عمد. التحليل الدقيق لبناء هذه البيوت فوق هذه المرتفعات يقودنا إلى استغلال الأهالي لهذه المساحات الزراعية المنخفضة واهتمامهم بالبناء العلوي، وذلك حفاظاً على مصلحتهم وحفاظاً على حياتهم. وأيضاً من الناحية الدفاعية فإن المناطق المرتفعة هي دائماً ما تكون محصنة، وبذلك الأهالي ابتكروا هذه الوسيلة للبناء فوق هذه المرتفعات هنا في وادي عمد. من الأشياء المشهورة هنا في وادي عمد وجود هذه المصانع المحصنة، وهي بنايات تبنى على تلال أو ربوات مرتفعة، وهي ذات أنظمة دفاعية منذ مئات السنين. هذه المصانع توجد بداخلها بئر ماء، وكذلك أيضا وجود المسجد ووجود مخازن للتمور والحبوب. وهذه المصانع تعطيك قدرة على استكشاف المحيط من حولك، وهي نظام دفاعي وضعه الأوائل عندما بنوا هذه المصانع المحصنة. أيضا توجد على جدران هذه المصانع وجود فتحات صغيرة تسمى المجاويف أو المشاويف. هذه المشاويف يستخدم من خلالها إطلاق النار ومن داخل هذه المصانع، وهذه أيضا من ضمن الأنظمة الدفاعية الموضوعة عندما بنيت هذه المصانع منذ مئات السنين. من الجميل أن تمشي بين أزقة هذه المصنعة وبين هذه البيوت العظيمة، إذ يعطيك هذا شعور بالرهبة، رهبة من قاموا ببناء وشيدوا هذه المباني الضخمة في ذلك الزمان رغم قلة الإمكانيات، وإلا أنهم لديهم الفكرة ولديهم الإبداع الذي جعلهم يبنون هذه القرى المحصنة. الجميل في هذا الوادي وادي عمد أنه يجمع بين ثلاثة خصال: التاريخ والخضرة الطبيعية، وأيضاً وجود الشلالات الطبيعية الموجودة على مدار السنة. كل هذه تحفزك وتشجعك على زيارة هذا الوادي العظيم، وأيضاً زيارة واحدة ستمنحك الهدوء بعيداً عن ضوضاء المدن في هذا الوادي البديع في حضرموت. كتب أثارت الكثير من الصخب، وأخرى
غيرت الكثير من المفاهيم. أفكار جريئة وأسئلة بعضها لم يزل بدون إجابة. فصول بحث في الإجابات. بحكم موقعه البعيد عن ضوضاء المدن، يتسم وادي عمد بالهدوء الشديد، ولهذا يعد أحد الأماكن التي يستطيع الزائر بأريحية من مشاهدة بعض الحصون والقلاع والقباب والأضرحة والعاديات والمباني القديمة والتاريخية والأسواق الشعبية السنوية والأسبوعية والتي تتوزع في القرى المختلفة. أهم ما يميز أهالي وادي عمد اهتمامهم المتواصل وحرصهم على إحياء العديد من الموروثات التي لا زالت متواصلة عبر الأجيال، وتشكل الفنون التقليدية أبرز الملامح التراثية التي تزين جمال البيئة هنا. ويجد الزوار والسياح فرصة سانحة للتعرف على عدد من الموروثات القديمة في وادي عمد التي لا تزال تمارس إلى يومنا هذا. ويشاهد زوار الوادي على الطبيعة الرقصات الشعبية، ويمكنهم الاستمتاع بالأصوات الشجية لفنون الدان الحضرمي والشرح والدحيفة وجلسات الشعر والغناء ضمن حفلات السمر والأمسيات الاجتماعية وفي المناسبات والزواجات وغيرها من الأنشطة والفعاليات التراثية التي تبرز للأجيال الحالية اهتمام الإنسان الحضرمي وارتباطه الوثيق والمستمر بالتراث الحضرمي الأصيل الذي يمثل رافداً حيوياً ومهماً لإثراء السياحة. أستاذ علي، أنماط العمارة الطينية الموجودة هنا في وادي عمد هل تختلف في أشكالها عن الوديان الأخرى والمناطق الحضرمية الأخرى؟ متقاربة، ما فيها اختلاف، لا شيء بسيط من ناحية الشكل، ولكن الأساس هو طين ولبن. نعم. وأخشاب، كانت الأخشاب أول من السدر، من شجر السدر يأتون بها في الزمن السابق، والآن الخشاب يأتي من يتم الصنوبر استيراده من الخارج. ولكن الآن بدأ يغزو وادينا هذا بشكل عام، والوديان عامة يغزوها البناء بالسمنت والطوب والخرسانة خرسانة مسلحة. وهذا لكن العمارة الطينية في الوادي هي أفضل لأنها تعمر أكثر في فترة لها مئات السنين، وهي لازالت واقفة إلى يومنا هذا، وتتناسب مع جو الوديان من مناطق حافة، ويعني يتناسب الطين في الوديان أفضل من طبيعته مع أفضل من الأسمنت. نعم. طيب هناك شيء آخر، يعني الوادي هنا يبدو أنه بحاجة إلى التوعية السياحية أو الإعلان السياحي، يعني ينقصه هذا الشيء. هل هناك مثلا في مبادرات، أو أنه الوادي فعلا فيه مناطق سياحية؟ في مناطق سياحية كبيرة جدا وهائلة، ولكن ينقصه العمارات الفندقية، السكن، حتى لو جو ضيوف أو شيء من هذا الكلام أو بيقومون السكن في المناطق، في منطقتنا لا توجد الآن في فنادق أو في شيء، والمناطق هذه السياحية الآن يأتون كثير من الزوار لزيارة عمد من جميع أنحاء العالم، يجون إلى هذه المنطقة يزورون خاصة المقامات هذه الموجودة فيها، مقامات وأضرحة هذه الزيارات الدينية، وأيضا في مناطق سياحية أخرى، ومناطق سياحية في شعبات وفي مناطق أخرى في صبلة، في شعب في صبلة، في الشعاب كلها فيها هذه الشلالات، شلالات الماء المستديم هذا. شعب عنق وشعاب كثير، شعب حباب، فيها مناطق سياحية ممتازة جدا. جميل أستاذ علي، نحن نشكرك وهذا وقتك الثمين، وأيضا المعلومات التي أدليت بها على هذا الوادي. الله يحفظكم وجزاكم الله خير، ونشكركم على مرة ثانية زيارتكم لمدينتنا، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم. شكرا لك يا مضبوط. الله يحفظك، حياك الله يا رب.
رغم بعد هذه المنطقة وادي عمد عن حواضر العلم والعلماء بحضرموت، إلا أنها لها نصيب وافر من ذلك، وخير دليل على ذلك وجود هذه المكتبة أو الخزانة بمنطقة الشعبة هنا بوادي عمد، ووجود هذه المكتبة التابعة للشيخ عمر بن أحمد العمودي المتوفى سنة 947 هجرية. هذه المكتبة كانت تعج بالمخطوطات القديمة والنادرة، حتى أن بعض هذه المخطوطات قد نسخت بيد ابنة هذا الشيخ الجليل التي اسمها خديجة، وقد ذيلت آخر هذه المخطوطات بعبارة أنها إذا وجد خطأ أو سقطا في هذه المخطوطة فإن القاري يعذرها لأنها كانت مرضعة أو كانت حامل، وهذا دليل على قمة العطاء العلمي والمعرفي لهذه العائلة في هذا الوادي العريق وادي عمد هنا بحضرموت. من المصادفات الجميلة أنك تجد في أغلب قرى ومناطق وادي عمد المسجد وبجنبه دار للضيافة. هذا المسجد وهذا الدار للضيافة توقف له العديد من الأوقاف الخيرية التي رعاها الأوائل منذ غابر الأزمان، وهذا دليل على التكافل الاجتماعي منذ ذلك الزمان القديم وحتى وقتنا الراهن هنا في مناطق وقرى وادي عمد. من المشاهدات الفخمة والمصادفات الجميلة أننا أثناء تصويرنا لهذه الحلقة وجدنا الكثير من مربي النحل يأتون بنحلهم إلى هذه المراعي وإلى هذه المجاني ليستفيدوا من وجود الكثير من أشجار السدر والسمر ويحصلوا على أجود أنواع العسل الحضرمي، وهذه المهنة تنتشر بين أبناء هذا الوادي وادي عمد، وهم يحصلون على أجود أنواع العسل ويقومون بتسويقه وتصديره إلى خارج اليمن، حيث تنتشر في هذا الوادي الكثير من غابات السدر والسمر، وهي الشجرتان التي يحصل عليها النحالون في وقت جني النحل أو في وقت جني العسل هنا في هذا الوادي. هذه آخر نقطة تصل إليها السيارة بعد أن قطعنا مسافة طويلة، لعلنا نصل إلى المكان المخصص الذي سنشاهد فيه الشلال الطبيعي، شلال المياه الموجود هنا في وادي عمد، فنقطعوا مسافة أخرى مشيا على الأقدام، فانتظرونا في هذه المغامرة وفي هذه الحكاية المتفردة من حكاياتنا الحضرمية. لم أكن أتوقع أن هذا المكان يبعد عن الوادي بهذه المسافة الطويلة وبهذه الوعورة، لكن في سبيل أن نحن نستكشف هذا المكان ضروري أن نقطع هذه المسافة وأن نصبر على هذا التعب الذي لقيناه في هذه المسافة وفي هذا المشوار الطويل. نحن الآن على مشارف الوصول إلى الشلال، هذا الشلال الذي قطعنا من أجله المسافات الطويلة حتى نراه ونشاهده على الطبيعة هنا في منطقة الشعيبات في وادي عمد. من أجمل المواقع السياحية التي يقصدها الأهالي أهالي وادي عمد من خارج الوادي ومن داخله هذا الموقع في وادي الشعبات، وهو شلال مستمر طوال العام يقضون فيه أوقات ممتعة، وعورة الطريق والمسافة الطويلة للوصول إلى هذا المكان يجعل الناس يتكاسلون حتى يصلون إلى هذا المكان، إلا أننا نحن غامرنا
وحاولنا قدر الإمكان جاهدين أن نصل إلى هذا الموقع بصعوبة، وفعلا وصلنا لنوثق جمال هذا المنظر الساحر في هذا الوادي، وهو فعلا يستحق المغامرة. ونحن بعد لحظات سننزل إلى هذه البركة التي أسفل الشلال لغرض السباحة والاستمتاع بهذا الماء البارد الذي موجود هنا في هذا الوادي، وادي عمد العظيم. نتمنى أن نرى هذا المكان قد هيئ لاستقبال السياح من داخل اليمن وخارجها، وعبدت الطريق إلى هذا الموقع في المرات القادمة ونزوره، وقد تعبدت الطريق وأصبح المكان مهيئ لاستقبال الزوار بمشيئة الله تعالى. لا شيء ينقص هذه الوديان سوى قليل من التنظيم وكثير من الاهتمام حتى تصبح قبلة سياحية يحتذى بها على مستوى الوطن. السلام عليكم.